على ضفاف بحيرة صناعية تترقرق فيها المياه عاكسة تحفة معمارية من بناء شامخ يرتفع وسطها بهيبة تشكل روح المدينة وتسطع متألقة بتاريخها ومحتواها ومضمونها ورمزها الإسلامي وسط بندر سيري بيجوان القرية المبنية وسط الماء عاصمة سلطنة بروناي والتي تشكل بدورها معلما سياحيا هائلا بكل التفاصيل التي تحفل بها وبكل ما تملكه في محيطها وبشكل خاص مسجد السلطان عمر علي سيف الدين 28 والملقب بالمسجد الذهبي والذي تم بناؤه في عام 1958 ويصنف اليوم بأنه المسجد الأول من حيث الطراز المعماري في منطقة آسيا والمحيط الهندي والأكثر جذبا للسياحة والسواح الذين يأتون من كل حدب وصوب للتمتع بمعالمه الفريدة وتأمل هذا البناء الفاخر الذي بز كل معمار آخر وتفوق على الكثير من المعالم الأخرى في المكان أو خارجه. ويعتبر مسجد السلطان عمر علي سيف الدين من المعالم المميزة لسلطنة بروناي والذي يعبر عن تاريخ السلطنة العظيم وشموخها. مسجد السلطان عمر علي سيف الدين بمزيج تصميمي متقن ومحترف من الطرازين الإسلامي والإيطالي. أما الطراز الإسلامي فهو الذي يطلق عليه في فنون المعمار المغل، وهو خليط من المعمار الإسلامي والفارسي والهندي، ويتميز بكونه أسلوبا فريدا من نوعه تم تطويره من قبل المغل، أي ما يسمون اليوم بالهند وباكستان وبنغلاديش في القرنين 16 و17. وقد تم وضع خطط بناء مسجد السلطان عمر علي سيف الدين من قبل المعماريان بوتي وأدواردز، وتم تصميمه بواسطة معماري إيطالي يدعى كفالير رودولفو، وهو الذي تمكن من إبراز معالمه ومزج عناصره وتجميع الطرز في مكان واحد ليبرز كأجمل تحفة معمارية تشهد على هذا المزج الفني العبقري وتظهر جمال الفن في اختلاطه. تم بناء المسجد على بحيرة صناعية بالقرب من ضفة نهر بروناي تحيط به المياه من كل جانب وتضفي عليه منظرا ممتعا، أقل ما يمكن أن يقال عنه بأنه قطعة من الجنة المتخيلة على الأرض. ويتكون المسجد من بناء رخامي كبير تشمخ عليه مجموعة من المآذن الرشيقة وقبة ذهبية، وتحوطه حديقة مليئة بها نوافير مياه مصممة هي الأخرى بطرق فنية مميزة، إضافة إلى حديقة خضراء بها نباتات مزهرة تزيد من رونقه وترتقي بمعالمه إلى عوالم خصبة من الطبيعة الساحرة. Thank you.
إن الزائر لسلطنة بروناي لابد أن تجذب انتباهه هذه التحفة المعمارية والتصميم الذي ارتأى أن يكون المسجد معلما بارزا في تاريخ سلطنة بروناي، ولوحة فنية تتخطى حدود المكان لترسم فنون الصورة وتضع المسجد في إطار يميزه بعناصره وبنائه وقبابه ومناراته وزخارفه المدهشة. السلطان عمر علي سيف الدين بغرض إقامة الصلاة فيه فقط والاعتكاف لمن ينويه، وتبرز على المدخل لوحة تبين الغرض منه للزوار والمصلين. وقد روعي في بناء المسجد إضافة إلى كونه معلما بارزا بالفن والمعمار أنه مكان هادئ ترتاح فيه النفوس وترتقي إلى أسمى درجات الخشوع بين جنبات مفعمة بالروحانية والإبداع الذي يضفي على المكان شعور بالطمأنينة والإحساس بالتوحد مع كل من يعتكف فيه ومع كل الأشياء التي تمنحه إحساسا بالفن الراقي والهدوء النفسي. يبرز هذا الجمال جليا في منظره من الأعلى ليطهر محراب المسجد في مساحات واسعة تحوطها ساحات مزروعة بالخضرة والزهور، وتزينها مجموعة من النوافير المبتكرة والمبدعة في تشكيلاتها التي تضفي على اللوحة جماليات جذابة وتنعكس على الرخام المتألق وتبهر الناظر إلى هذا التنسيق المبتكر بين المسجد والمدينة المحيطة به، وترتفع عليه القباب الذهبية المشرقة بضياء الذهب الخالص والتي تعكس ضياء الشمس لتبرز معالم هذه التحفة المبهرة. أما المنارات الشاهقة فهي بدورها تعبر عن شموخ المسجد وقيمته المعنوية والمعمارية. عند التخطيط لبناء مسجد السلطان عمر علي سيف الدين وضعت له صورة معمارية متميزة ومغايرة لما تم بناؤه من مساجد من قبل، واهتم المصمم بأن تدخل في المسجد عناصر مواد بناء مبتكرة تتمازج بحيوية وتضفي عليه جمالا يندر أن يوجد مثله في المباني المشابهة. وقد تم استيراد معظم المواد التي دخلت في بناء مسجد السلطان عمر علي سيف الدين من الخارج، فجلب أفخر أنواع الرخام من إيطاليا لتلبيس الأعمدة والجدران، والحجر الجرانيتي من شنغهاي. أما المعلقات المصنوعة من الكريستال الفاخر فقد تم استيرادها من إنجلترا، والسجاجيد الدقيقة الصنع والفاخرة فقد جلبت من المملكة العربية السعودية. وبهذا تمكن المسجد من تحقيق تمازج بنائي ومعماري ولوني وفني وعالمي فريد، وهو ما يجعله لا يتوقف عند حدوده كونه مسجدا للصلاة كما هو مقرر له، بل زاد عليه بأنه أصبح معلما تزوره الأفواج السياحية وتستهدفه الأقلام التي تسجل تاريخ المعالم وأبرز ما تتمتع به المدن في العالم.
يشكل المنبر الخشبي الداخلي تحفة أخرى من المعمار الذي يمتزج فيه الخشب مع الرخام، وتبدو أهمية المنبر الذي يقف عليه الخطيب واضحة من خلال تميز معالمه ومكانه وموقعه في المصلى الفاخر، بحيث يتمكن المصلين من رؤية الخطيب ويستمتعون بمنظر يتباهى في مسجد عظيم لا يقل شأنا عن أفخم القصور التي بنيت في العالم. تتميز النوافذ في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين بكونها مزخرفة وملونة بالأشكال والكميات والألوان التي كانت عبر التاريخ تزين المساجد وتعكس تفردها في هذا النمط، وتعرف عنها كونها فنا إسلاميا بارزا ومعروفا للجميع. وتتوزع الآيات القرآنية المخطوطة بفنون الخط العربي والإسلامي في المكان، مضيفة عليه رونقا ذهبيا إضافة إلى السجادة الخضراء التي تمتد في المصلى كامتداد ربيع بستان أخضر يزهر بالألوان الهادئة والمتناسقة. تزيد المعلقات والكتابات والأدوات المختلفة والمنتشرة على الجدران والتي تسجل تاريخ بناء المسجد وتفاصيل من وضع فكرة البناء في أطر ذهبية مزخرفة، إضافة إلى الآيات القرآنية الموزعة في أرجاء المسجد من الداخل، من شعور المصلي بالاندماج مع روحانية البناء وجمالية المعمار والخطوط الإسلامية والآيات القرآنية المختارة لتزيين السقف وقلب القبة الكبيرة. ولا شك بأن كتابة أسماء الله الحسنى باللون الأزرق يزيد من متعة النظر إلى قلب القبة ويجعلها لوحة فنية متكاملة تبهر الناظر إليها وتضفي على المكان إحساسا بالروحانية والسمو الفكري والنفسي. لم تتجاهل إدارة مسجد السلطان عمر علي سيف الدين أهمية تعريف الزوار بكل ما يهمه معرفته في المسجد وبكل ما يمكن أن يساعده في طلب الخدمة التي تعينه من هذا الحاسوب. وقد تم استثمار التكنولوجيا المعاصرة في تطوير أدوات الإرشاد السياحي بحيث تتمازج فنون التراث الإسلامي والتاريخ الفني المعماري مع أدوات ووسائل التكنولوجيا الخادمة للمعرفة، وتتناثر في أرجاء المصلى بالداخل أدوات تاريخية تركت عليها معالم الزمن الذي صنعت فيه وزخارف من الآيات القرآنية المميزة عليه.
اهتمت إدارة مسجد السلطان عمر علي سيف الدين في سلطنة بروناي بتجهيز أهم الوسائل والأدوات التي تخدم الراغبين في زيارة المسجد من السواح على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم وأديانهم، ووضعت للنساء بشكل خاص مجموعة من العباءات السوداء التي تسهل على النساء من مختلف أرجاء العالم الدخول للمصلى والاستمتاع بما يحويه المسجد من الداخل من معالم فنية وزخارف ونقوش مبهرة تستحق أن تسجل في ذاكرة الناس وزوار السلطنة. وتتوافد على المسجد أفواج السواح الراغبين في رؤية التحفة المعمارية التي سمعوا عنها وتناثرت أخبارها في الأرجاء والأوطان رؤية واقعية وتلمس حقيقي لما تحويه من فنون وأدوات ومواد ندر أن يمتزج مثيلها في مكان آخر في العالم. وتصيب الدهشة كل من يدخل إلى المحراب ومصلى المسجد حينما يرى بعينه مدى جمال النقوش وروعة التصاميم وفخامة الداخل الذي ينقل الفردوس المتخيل بعين الإنسان إلى أرض الواقع ويسجل بعدسة الابتكار والإبداع لوحات فنية نادرة تطفي على مشاعر الزائر إحساسا بالرهبة وشعورا بعظمة المعمار، فينتقل منه إلى تاريخ عريق برز فيه التراث وتشكلت فيه معالم الفنون المختلطة والمتمازجة بين جدرانه وفي قبته وعلى أعمدته وكل ما زين به من الداخل والخارج. لا يترك تصميم مسجد السلطان عمر علي سيف الدين المجال لمن يراه ليتخيل مدى إمكانية ما يكون عليه في فترة المساء وما يمكن أن تخفيه العتمة من روحة التصميم وجمال النقوش والزخارف والمواد الداخلة في بنائه. فقد اعتنى المصمم بتنسيق الإضاءة وألوانها وتوزيعها على المبنى في كل مكان متاح لها، بحيث تختال المنارات الرخامية والمصممة على الطراز الحديد من عصر النهضة بروعة الإضاءة الهادئة، وتنعكس من القباب أنوار تنسكب على الذهب في المساء فتشع بإشراقة مميزة، وتبدو حركة المياه في البحيرة وكأنها تتهادى مع فخامة البناء وتعبر عن افتخارها بما تحمله على ضفافها وما يصنع لوحة فنية مبهرة لكل من تقع عينه عليها. وتم تنظيم أماكن الوضوء بحيث تتمازج مع المكان وتبدو مثل مجرى النهر الذي بني عليه المسجد. تقام الصلاة في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين ويرتفع صوت الإمام مشعرا بإقامتها، فيهرع المصلون للالتحاق بالصفوف المنظمة وللوقوف بانتظام كما عودهم عليه ركن الصلاة في الإسلام، فتكتمل الصورة لهذا البناء الجميل ويتجلى مضمونه في أن يكون مركزا للصلاة ولإقامة أهم ركن من أركان الإسلام فيه. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يرتل المصلون آيات القرآن الكريم الذي توفر إدارة مسجد السلطان عمر علي سيف الدين نسخا منه، يوجد بها تفسير للآيات بلغة أهالي بروناي، وبحيث يتمكن القارئ من تفهم معاني الآيات ومعانيها والاقتراب من الله سبحانه وتعالى بالخشوع والدعاء والشكر على نعمه وإحسانه الدائم. لا له مسلم ولا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله، صلى الله سبحانه وسلم، صلى الله سبحانه وسلم، سبحان الله سبحانه. سبحان الله 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 الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر.